ان شاء الله نشوف بدر مطوع صفوف النصر في خلال فتره الانتقال الشتويه. والله بدر مطوع دائما احنا في اي وقت هذا ناديه، ان كان بدر ان كان اي لاعب من اللاعبين الخليجيين او لاعبين الكويت، لاعبين كلهم ممتازين ومستوياتهم ممتازه. لكن عندنا محمد حسين الحين اسيوي، لكن بدر لو بدر من النوع ما سمعنا محمد حسين خلال فتره الانتقال الشتويه بيرجع خلاص ابدا، محمد حسين باقي في نادي النصر، لكن حتى بدر من اللاعبين اللي ممكن تخسر خانه اجنبي غير اسيوي ما عندنا مشكلة. ايش رايك انت؟ ودك بدر في نادي النصر؟ والله ودي اي لاعب ممتاز ونجم، من نجم كبير زي بدر مطوع اي احد يتمناه.